والسداد والنجاح. يتجدد النشاط هنا في هذا الميدان تحفة ميادين سباقات ميدان المرموم مشاهدينا الكرام لتنطلق هنا في هذا اليوم، اليوم الأخير والخاتم لمنافسات هذه الشارة، شارة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم للهجن العربية الأصيلة، والتي انطلقت على مدار 4 أيام كانت المنافسات فيها حاضرة، ووصلنا إلى يوم الختام، يوم التحدي والإثارة والتنافس على أرضية هذا الميدان، يوم ظهور الكبار في هذه المنافسة القوية التي تختم بإذنه تعالى منافساتنا في هذا الموقع وفي هذا المكان وتحفة ميادين السباقات الذي عاش 4 أيام متميزة هنا في هذا اليوم. نبدأ بيوم الختام وننطلق مع هذا الأسبوع الذي يحمل النهاية لهذه التحديات. انطلق على بركة الله إذا المشاهدين الكرام أول الأشواط الخاصة بسن الحول، وهذه انطلاقة الشوط الأول، الشوط الخاص بالحول المحليات الأصايل الذي يعلن انطلاقه ويعلن بدايته من خلال اندفاعنا مشاهدينا الكرام إلى المقدمة وإلى البداية لنشهد المنافسة ونشهد التحدي ونشهد الإثارة التي سنتابعها دائما في كل انطلاقة. نبدأ هناك بالمقدمة ونسير مع المركز الأول. نسير هنا إلى مقدمة الشوط مشاهدينا الكرام لنتابع في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقة المركز الأول إلى مقدمة البداية. نبدأ بالمقدمة إذن مشاهدينا الأعزاء من خلال هذه الانطلاقة من خلال هذه التحديات، ونسير إلى البداية نتابع المركز الأول ماذا يحمل الدانة في المركز الأول. اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع عبد الله بن سالم المسافري، بينما المركز الثاني شواهين في المركز الثاني لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير. أيضا مرها المركز الثالث هناك التحدي من وجود الشاهينيين اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير، بينما المركز الرابع عالي لسمو الشيخ ذياب بن سيد بن محمد آل نهيان والصادق بن فضل الأمين، والمركز الخامس تأتي خيره لهجن الرئاسة وحمد بن أحمد بن مطر بن مايد آل خيلي. نكمل إذن انطباعنا من خلال هذا الاندفاع ونسير مع المراكز الخمسة الأولى التي أعلنت هذه البداية وأعلنت هذه التحديات وأعلنت هذه المنافسات هنا في انطلاق يوم 6 كيلومترات صباح 6 كيلومترات. سنشهد من خلال 15 شوطا ستكون حاضرة بإثارتها وانطلاقاتها وتحدياتها. لنسير هناك إلى المقدمة، نسير نتابع البداية الأولى وما تحمل هذه البداية من تطلعات إلى المنافسة وإلى الفوز والناموس والإثارة. نعود إلى المقدمة هنا نتابع المركز الأول، ظهرت هنا شواهين على المركز الأول لهجن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن غدير في منافسة وفي تحديات، بينما المركز الثاني دانة على المركز الثاني لا تزال في المنافسة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع عبد الله بن سالم المسافري، وسلهود تأتي على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير. والمركز الرابع ظهرت هنا في رابع المراكز هي خيرة في المركز الرابع لهجن الرئاسة وحمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي في تضميرها، وعلى المركز الخامس تتواجد هنا عالية لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان والصادق بن فضل الأمين. هذه الخماسية التي بدأت الآن هنا مع منعطف هذا الشوط إلى خط النهاية تحمل هذه الانطلاقة وتحمل هذه التحديات، تحمل هذه المنافسة على أرضية هذا الميدان هنا التي تبدأ من خلال هذه اللحظة في هذا الاندفاع القوي والمثير.
هنا تنطلق إلى المقدمة وتسير مع البداية، لا تزال الصدارة هنا غيرت إلى المركز الأول. سلهود غيرت إلى مقدمة هذا الشوط من خلال هذه اللحظات وتسير إلى المقدمة والبداية هنا في هذه الانطلاقات التي تحمل. إذن هنا على المقدمة لا تزال على الصدارة هي المنطلقة بقوة شاينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير التي تحمل أيضا هذه البداية الأولى. ما شاء الله المركز الثاني شواهين على المركز الثاني لهجن العاصفة، وأيضا حمد بن راشد بن غدير لم تتغير المراكز، الدانة لا تزال في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي مع عبد الله بن سالم المسافري، وهنا على المركز الرابع خير على المركز الرابع في هذه اللحظات لهجن الرئاسة وحمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، وهنا المركز الخامس شواهين على المركز الخامس لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، والتضمير لحمد بن علي آل عويسي. تغيرت بعض المراكز في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات وفي هذا الاندفاع الذي يبدأ من خلال مسارنا في هذه اللحظة. دخلنا 2 كيلو وبدينا نسير أيضا مع انطلاقة هذا الشوط، نتعرف على المسار، نتعرف على هذه البداية. بدينا بالعد التنازلي، يا سلام يا سلام يا سلام التي تبدأ هناك. الشاينية هي اللي على المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد. At the end of 2015, the oversized rectangle, which measures 150 meters by 93 meters, will frame a view of modern... الأولى يحمل هذه اللحظات الجميلة والمؤكدة لهذا المسار، ما شاء الله. المركز الثاني شواهين. في المركز الثاني لجن العاصفة وأيضا حمد بن راشد بن غدير في منافساته، والمركز الثالث تعود الدانة في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وايضا عبد الله بن سالم المسافري يطلق العنان لها، وخيره تاتي على المركز الرابع في هذه اللحظه لهجن الرئاسه وحمد بن احمد بن مطر بن مايد الخيلي، وهناك في المركز الخامس شواهين لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، وايضا حمد بن علي آل عويسي. هذه الأسماء، ولكن هنا أتابع جديدا وصل، أتابع انطلاقة وصلت على المركز الخامس، بدأت تدخل في هذه اللحظة وصول هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وأيضا الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد يقترب مع الكيلو الأخير، يبدأ في هذه اللحظة في هذا الاندفاع الأول في هذه المسار. يا سلام، الداني لا تزال في المنافسة، الداني من بداية الشوط وحتى هذه اللحظات في هذه الانطلاقة، ولكن خير وهملولة، خير وهملولة على المركزين الأول والثاني. يا سلام يا سلام يا سلام، بدلت هملولة، انتقلت للمركز الأول، تقدمت هملولة مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد الذي أطلق هملولة لهذه الإثارة الأولى. المركز الثاني لا تزال خيرة على المركز الثاني لهجن الرئاسة، وهناك أيضا حمد بن أحمد بن مايد الخيلي في هذه الاندفاع الى خط النهايه. هنا المركز الثالث الداني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وايضا عبد الله بن سالم المسافري في التضمير شاينيه، بدلت المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير. هناك عادت شواهين للتنافس مع هجن العاصمه، وكذلك دخول سلهود لهجن العاصمه المركزين الرابع والخامس. اعود الى المقدمه، اعود الى الصداره، اعود الى نهايه هذه الانطلاقه التي بدأناها مشاهدينا الكرام من خلال هذه اللحظه في هذا الشوط الاول. الله 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 الله. اذا هنا نقترب من خط النهايه ونسير الى خط النهايه بالفعل بكل نشاط، ما شاء الله، بكل اثاره هنا من خلال وصول هملوله في هذه اللحظه الى المركز الاول. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وتهانينا للخطير احمد بن سلطان بن رشيد على التفوق في اللحظه الاخيره بالمركز الاول. خيره في المركز الثاني لهجن الرئاسه، والمركز الثالث شواهين لهجن العاصمه، المركز الرابع سلود لهجن العاصمه، والمركز الخامس شايني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. إذا نعود مع التوقيت الزمني، نعود مع هذه الانطلاقة، نعود
هملوله هنا 9 دقائق 29 ثانيه وثلاثه من الاجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس من الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا لاحمد بن سلطان بن رشيد على هذه الانطلاقه. بينما المركز الثالث او الثاني كانت خيره في المركز الثاني من خلال هذا المسار، وايضا حققت انتصار 9 دقائق 30 ثانية وستة من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس. والمركز الثالث كانت شوائين في المركز الثالث، أيضا تهانينا والناموس لأجل العاصفة. تهانينا لحمد بن راشد بن غدير، والتوقيت الزمني الذي بدأ هنا في هذه اللحظة حاملا هذه الإثارة 9 دقائق أو 35 ثانية وخمسة من الأجزاء من الثواني.